نبدا دلوقتي نتكلم على الاوكسجين سنسور، او بنتكلم عامه على الغازات، القياس بتاع نسب الغازات الموجوده عندنا في الهواء بتاع الريسبيريشن. فعندنا الحقيقه يعني مهم جدا نتكلم على حاجتين، نتكلم على الاوكسجين سنسور في الانسبيراتوري اير، ونتكلم على السي او 2 في الاكسبيراتوري اير. طبعا الاكسجين في الانسبيراتوري اير ده في غايه الاهميه، لان احنا مفروض ان الجهاز يقدر يتحكم في الاكسجين ريشيو او الاكسجين كونسنتريشن، هو الاف اي او 2 الفراكشنال انسبايرد اوكسجين كونسنتريشن، ومفروض ان هو يبقى حد معين، المفروض يبقى يعني ميت نفس السيتنجز اللي الدكتور حطها. فلما بنتكلم على ان احنا بنقيسه، ده حاجه طبيعيه، لان احنا في اي كنترول لوب لازم يبقى في عندنا حاجه سنسور يقيس لنا القيمه علشان نقدر نتاكد ان هو اتعمل له ميكسنج بطريقه سليمه. الجزء بتاع السي او 2 زي ما هنتكلم عليه بعد شويه، بنتكلم على الافشنسي بتاعت الجاس اكسشينج، يعني بمعنى لما يعني بتكلم على نسبه السي او 2 في الهواء اللي راجع، ببقى يعني حسب النسبه دي بقدر احدد اذا كان الجاس اكسشينج اللي بيحصل داخل المريض بيحصل بطريقه سليمه ولا لا، وبالتالي برضو بيبقى له اهميه في الفنتيليشن مودز والكنترول بتاع الفنتيليشن مودز. النوع الاول من الاكسجين سنسورز بنسميه الفيول سيل او الجالفانيك سيل، ده بيبقى بيتم ان هو فيول سيل طبعا عشان هو شكله شبه الخليه الكهربائيه اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي كهرو كيميائيه. يعني بيبقى في عندنا في تو الكترودز، واحد فيهم بيبقى معمول من نوبل ميتال، والنوع الثاني بيبقى لد، بيبقى رصاص. الحقيقه بنتكلم على ان السنسور دوت بيبقى يعني بيقيس الاكسجين عن طريق بيرميبل ميمبرين، بيبقى في عندي اكسجين بيرميبل ميمبرين، ده الميمبرين ده هو اللي بيبقى اكسبوزد للهواء اللي موجود عندنا في الانسبيراتوري ليمب. الاوتو بيرميبل ميمبرين ده بيسمح للاكسجين الموجود عندي في داخل الانسبيراتوري ليمب ان هو يديفيوز داخل الخليه الكيميائيه دي، كهروكيميائيه. اوكي؟ وبالتالي بنتكلم على طبعا عندنا هنا طبعا بيبقى في عندنا الكترولايت حوالين الكلام ده كله، طبعا عاده كي او اتش اللي هو بنتكلم على هيدروكسيد البوتاسيوم. فبنتكلم هنا على ان لما الاكسجين بيدخل داخل الالكترولايت بيبتدي ديفيوز داخل الالكترولايت اللي موجود دوت، وبيوصل ما بيقدرش يتفاعل مع النوبل ميتال، نتيجه ان النوبل ميتالز ما بتتفاعلش عموما، يعني التفاعل بتاعها صعب جدا مع الاكسجين او مع غيره. وبنتكلم على ان اللاد ممكن يتفاعل مع الاكسجين بطريقه اسرع. فبيحصل التفاعل ده عن طريق حاجتين، عن طريق مرحلتين. بيبقى المرحله الاولى ان الاكسجين مع الميه بيبتدي يحصل تفاعل كده وياخد الكترونز ويدينا 4 او اتش ماينس. بعد كده الاو اتش اللي هو الهيدروكسيد، هيدروكسيد يعني اللي هو الموجود عندنا دوت، بيتفاعل مع اللاد وبيدينا بعد كده يعني ليد اوكسايد مع H2O تاني، وبيطلع بعد كده اربعه الكترونز. فاللي بيحصل ان احنا عندنا التفاعل الاولاني دوت في الكترونز بياخدها، والتفاعل الثاني في الكترونز بيطلعها. الكلام ده بيعدي من خلال، احنا عندنا طبعا هنا لما بنتكلم على انود وكاثود هنلاقي طبعا لما احنا بنيجي ناخد الكترونز بناخدها من بناخد الالكترونز من واحده منهم وبندي الكترونز الواحده الثانيه. فبالتالي بيحصل نتيجه للتفاعلات اللي موجوده عندنا هنا دي، بيحصل عندنا فرق في الفولتج، والفرق في الفولتج ده بيمشي لنا كارنت. اوكي؟ نتيجه لوجود الالكترونز دي، واحده فيهم بتاخد واحده فيهم بتدي. وبالتالي بيطلع لنا لو احنا قسنا هنا الفولت او الكارنت هيطلع لنا حاجه بروبورشنال لنسبه التفاعل اللي بيحصل ده كام. كل ما كان نسبه الاكسجين اكتر كل ما كان الفولتج طالع ده اكتر. فده بنتكلم عليه من الفارادايز فيرست لو اوف الكتروليسيس. فبيسكلي الفلو اوف كارنت عموما اللي بيحصل دوت في المرحلتين دول بيعتمد على الابتيك اوف اكسجين ات ذا انود. يعني بنتكلم على ان احنا خدنا هنا قد ايه اكسجين هنا عند الانود عشان نعمل التفاعل دوت ونطلع ليد اوكسايد. فبالتالي بنتكلم على ان الفولتج اوتبوت بيبقى بروبورشنال للاكسجين بارشال بريشر. كل ما الاكسجين زاد كل ما التفاعل ده زاد او حصل بريت اعلى، كل ما كان في عندنا جنريشن لفولتج اكبر. طبعا نتيجه لان السنسور دوت بيعتمد اول حاجه على ديفيوجن اوف اكسجين، ديفيوجن عاده بيبقى يعني واحده من البروسيسز اللي بتبقى بطيئه باي نيتشر. بنتكلم على ان هي بيحصل فيها تفاعلات كيميائيه، تفاعلات كيميائيه برضو الى حد ما طبعا عشان تحصل بالشكل اللي احنا عاوزينه طبعا بتاخد برضو بعض الديلي. فبالتالي بنتكلم على الريسبونس تايم بتاع الوحده دي بتاع الفيول سيل اوكسجين سنسور، بنتكلم على من 20 ل 30 سكند.
طبعا بنتكلم 20 30 ثانيه، كان ده يعتبر يعني يعتبر بطيء جدا. بنتكلم على ان احنا يعني ما بقدرش ان انا اقيس نسبه الاكسجين كل بريث، يعني لما باخد النفس ببقى يعني قراءه الاكسجين بتاعت قبليه ب 30 ثانيه. فالحقيقه ده ما يعتبرش حاجه كويسه، بس يعتبر مناسب علشان اقدر اقيس الافريج اكسجين كونسنتريشن مثلا في الدقيقه، انما ما ينفعش ان انا اقيس بيه مثلا كل بريث. المشكله الثانيه في السنسور ده نتيجه ان هو كفيول سيل عموما زي اي بطاريه بيبقى فيه ديبليشن باي كونتينوس اكسبوجر تو اكسجين، يعني بيسكلي احنا عندنا كل ما كان الاكسجين عندنا هنا كتير كل ما التفاعل ده حصل، كل ما حصل تآكل هنا في الليد انود، يعني بمعنى ان هنا يحصل عندي بعد شويه ان يحصل ديبليشن ليه. ديبليشن معناه ان هو بيخلص، يعني بيسكلي هنا يعني بيحصل تفاعل والتفاعل ده بينتج عنه ليد اوكسايد، الليد اوكسايد ده ما بيبقاش موجود هنا، بيبقى موجود هنا في الالكترولايت، ما بيبقاش موجود في الانود وما بيتفاعلش بعد كده مع الاكسجين، فبالتالي بيبقى عندي بعد شويه السنسور دوت لازم اغيره. الحاجه الثانيه ان طبعا لو انا بتكلم على ان السنسور طول ما هو متعرض للاكسجين بيحصل التفاعل دوت، يبقى معنى كده اللايف تايم بتاعه اول حاجه بيبقى ليميتد. الحاجه الثانيه لما بكونش مشغل السنسور ده، لما اكون مش هشغله، يبقى لازم اغطي الجزء اللي فيه البيرمن ممبرين دوت عشان ما اسمحش للاكسجين دوت ان هو يدخل ويعمل لي التفاعل دوت. فبالتالي لو انا مش بستعمله، لو مش بستعمل الالكترود دوت او مش بستعمل الاكسجين سنسور دوت، لازم ما يكونش متعرض للاكسجين علشان ما يحصلش التفاعل ويحصل تآكل ويحصل ديبليشن، وبالتالي اللايف سبان بتاع السنسور يبقى اقل من المفترض. اوكي، فبالتالي يعني بيسكلي واحده من الحاجات التانيه بنتكلم على ان الكونتينوس اكسبوجر بيخلي السيل تبقى اكزوستد، او بمعنى ان هي بتخلص او اللي يحصل ديبليشن للانود دوت، وبالتالي بنتكلم على اللايف سبان عاده بتبقى اقل من 1 يير، ويستحسن ان احنا عشان نحافظ عليه ما نعرضوش للاكسجين في الوقت اللي احنا ما بنستعملوش فيه.